بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، اليوم إن شاء الله محاضرة جديدة من محاضرات مساق الفيرولوجي. اليوم إن شاء الله أتحدث عن موضوع جديد من علم الفيروسات، وهو الفيرال ريبليكيشن. هذه المحاضرة صحيح يعني فيها كم من المعلومات الكبيرة والمفاهيم المتعددة، لذلك بنأمل وبتمنى منكم يعني التركيز معي في هذه المحاضرة ودراستها جيدا وفهم مفاهيمها بشكل مفصل. راح نتكلم عن الليرنينج اوتكم، او بايش راح نطلع من هذه المحاضرة، او ايش الهدف من هذه المحاضرة. طبعا الكونسبت الاساسي عندنا لهذه المحاضرة انه هو عملية الفيرال ريبليكيشن، سواء كانت الليرنينج اوتكم، سواء كانت لان بدنا نستعرض الليرنينج لايف سايكل للفيروس. في عندنا انواع اللايف سايكل اللي بقوم فيها الفيروس، طبعا اكوردنج تو فيروس تايب. بدنا نفهم ايش الباث واي تبعت الفيرال ريبليكيشن. في عندنا كمان اوبجكتيف مهم من هذه المحاضره، ان بدنا نفهم الفروقات بين الدي ان اي فيروس والار ان اي فيروس اكوردنج تو فيرال ريبليكيشن تايب اور اكوردنج تو فيرال ريبليكيشن جينوم. الان راح بس نذكر في بعض المفاهيم. طبعا احنا تكلمنا في المحاضرات السابقه انه الفيروسات هي باراسايت، او بمعنى يعني ادق هي اوبليجاتوري باراسيتيك على الهوست سيل. اتكلمنا انه حتى تتم اي عمليه ريبليكيشن للفيروسات لازم يكون في عندها هوست يستضاف فيه هذا الفيروس، والفيروس يتطفل عليه. طبعا بدون وجود هذا الهوست لا يمكن لا الفيرال بالقيام بعمليه الريبليكيشن. تكلمنا انواع الهوست اللي ممكن يقتحمها ويهاجمها الفيروس، اللي هي الهيومن، البلانتس، الانيمال، وكانت البدايات مع البكتيريا. بنذكر انه عملية الريبليكيشن للفيروس ليست بالعملية السهلة، بل هي عملية صعبة ومعقدة، وتخضع للعديد من البروسيس والستيبس اللي الفيروس بيمر فيها حتى يتمكن من هذه الخلية ويقوم بعملية الريبليكيشن والترانسكريبشن والترانسليشن للجينوم اللي راح يغرسه في هذه الخلية حتى يوصل لمرحلة الباثوجينيسيتي اللي بده يسببها للهوست سيل اللي راح يهاجمها. طبعا بنأكد على مفهوم انه الفيروس never reproduce by division، انه هو يعني يختلف عن البكتيريا، ما عنده الانقسام او الانشطار الباينري فيجن او الديفيجن او الانقسام الثنائي. الفكره من عمليه الريبليكيشن للفيروس هي فكره تزايد، يعني بالوصف الدقيق بالفعل هي تزايد للفيروس، هي ليست عمليه انشطار، وانما فايرال ريبليكيشن يعني تزايد في الفيروس. كانت البدايات في معرفة أو في الانفيجن لهذه الفيروسات والريبليكيشن اللي راح يتم فيها، كانت بداية في البكتيريوفاج بكل سيريز تبعتها. إذا كانت عملية الريبليكيشن الأولى ومعرفتها وفهم مفاهيمها كانت في البكتيريوفاج سيريز، سواء كانت التي 4 أو التي 2 أو التي 4 أو التي 6 اللي هم types of bacteriophage، كانت حواليهم عملية الانفيجن من الفيروسات، ومن هنا بدأت الفهم لهذه البروسيسز المعقدة. طيب الآن في عنا اللايف سايكل اللي بمر فيها الفيروس، عندي نوعين، في عندي النوع اللايتك والنوع الثاني اللايسوجينيك سايكل. طبعا كل دورة إلها يعني خلينا نقول مزايا وعيوب according to الهوست اللي راح الفيروس يعمل عليه invasion.
راح نحكي احنا عن كل وحدة بشكل من التفصيل مع رسومات توضيحية حتى تترسخ في ذهنكم اللايف الآن اللايتك سايكل اوف فيروس. يعني خلينا اختصركم اياها وبعدين بنيجي للتفصيل. الفيروس بهاجم الخلية وبيحاول انه يعمل عملية ريبرودكشن سريع ويعني تتملأ الخلية يعني بالوصف الدقيق، وعملية ريبرودكشن سريع ويعمل يعني كثير عملية ريبليكيشن وتصير الخلية يعني مليانة من الفيروس بارتيكل والجينوم، وتصير فيها عملية بريست وتنفجر وتطلع وتسبب باثوجينيسيتي للخلايا الأخرى. الآن نيجي لها واحدة واحدة. الفيروس عمل عملية أتاك للخلية الهوست سيل اللي عمل عليها انفيجن. هذه الهوست سيل زي ما حكيت لكم راح تتملى في الفيروسات وراح يصير فيها عملية ريبليكيشن سريعة، وراح من كتر ما هي في عملية ريبليكيشن وسريعة ومتتالية أصبحت ممتلئة هذه الخلية، وبتحاول إنها خلص تنقل الفيريولانت أو الفيريولانسي اللي هو الـ يعني البويزن اللي هو تبع الفيروس إلى الخلايا اللي المجاورة إلها. طبعا هذه عملية اللايت سايكل مور فيريولانت، يعني أكثر ضراوة، خلينا نحكي تعد اللايت سايكل مور فيريولانت than another cycle. والفيروسات اللي يعني بتعتمد هذه الطريقة من اللايف سايكل في عملية الريبليكيشن هي اللي بنسميها الفيروسات الأكثر ضراوة والأكثر شراسة، اللي بتسبب للإنسان إمراضية عالية وشديدة. الآن في عنا الصورة اللي أمامكم اللي راح توضح لنا، راح نمشي خطوة خطوة فيها علشان تترسخ في مخنا عملية اللايتك سايكل أوف فيروس. الآن إحنا أول المحاضرة حكينا كانت البداية في اكتشاف اللايف سايكل، أو خلينا نقول التعرف على اللايف سايكل ريبليكيشن أوف فيروس على البكتيريوفاج. الآن عندي الستيب 1 اللي هو الفيروس راح يلتصق على البكتيريوفاج اللي هي الهوست سيل اللي بده يقتحمها. طبعا احنا راح نحكي انه مش اي خلية بتقدر تقتحم، عفوا مش اي فيروس بيقدر يقتحم او يستطيع ان يقتحم اي خلية، لازم يكون في توافق. طيب وين التوافق هذا بكون؟ التوافق هذا من خلال حاجة اسمها كي اند نوك، بمعنى انه في عندي ريسبتور على سطح هذه الخلية وراح يجي الفيروس كأنه معاه المفتاح اللي بده يركب على هذا الريسبتور. هذا النوع من الفيروس له ريسبتور على خلية معينة دون خلية اخرى. الان هذا الفيروس عمل اتاك والتصق على الخلية اللي هاجمها، ومين اللي كانت نقطة الانطلاق أو نقطة الالتصاق خلينا نحكي، كانت عن طريق الريسبتور. الريسبتور هذا موجود على سطح خلية الإيكولاي. الآن في عندي المحتوى تبع هذا الفيروس، الفيروس راح يصير له زي عملية كونتراكشن، إنه بده زي اللي يتقلص، بده يحاول انه من خلال الالتصاق اللي التصقوا في هذه الخلية يفرغ محتوياته اللي موجودة عن طريق التيل، عن طريق الجزء السفلي، عن طريق التيل راح يحاول انه يفرغ محتوياته. طيب احنا علشان تتم عملية الريبليكيشن ايش الحاجة اللي هو الفيروس بحاجة انه يغرسها داخل الهوست سيل؟ هو بحاجة إلى أن يغرس الجينوم أو اللي هي النيوكليك أسيد تبعته حتى تتم عملية الريبليكيشن. طيب الآن دخل الجينوم تبعه وعمله إنجيكشن للسل.
الآن مين اللي حيضلوا برا؟ احنا فضينا المحتويات المهمة في عملية الريبليكيشن، غرسها الفيروس من خلال عملية الالتصاق في هذا السيل بالخلية، من خلال الريسبتور عفوا في الخلية. الآن ضل في عندي حاجة برا، شو هي اللي ضلت؟ اللي ضلت اللي عندي اللي هو الكابسيد، امتي كابسيد. كابسيد الآن ما له قيمة لأنه الجينوم اللي فيه أو النيوكليك أسيد اللي موجودة الآن غرست داخل الهوست سيل for beginning replication process. So that إنه صار في عندي حاجة قصد، يعني مثل خلينا نقول مثل الشبح اللي هو الكابسيد اللي ضل برا الخلية. الآن السيلز دي ان اي راح يصير لها هيدروليسز وراح يتحلل، لانه مين اللي بدي يصير الآن مسيطر على الخلية؟ اللي بدي يصير مسيطر على الخلية اللي هو الفيرال جينوم او الفيرال جينيتيك ماتيريال. الآن خلصنا الخطوات الثلاثة من عملية اللايتك سايكل، راح ننتقل على الستيب اللي بعدها. الآن لما الفيروس يغرس الجينوم تبعه أو النيوكليك أسيد ماتيريال، راح تبدأ عملية الميتابوليك، سواء كانت هو دي ان اي سواء كان ار ان اي. المهم الهدف انه يحصل على طريقة ويستفيد من انزيمات الخلية والرايبوسومز تبع الخلية بحيث تتم عملية الريبليكيشن. الآن عندي راح يصير في عندي تتكون عدة كوبيز من هذه الدي ان اي، وهذه الدي ان اي طبعا بواسطة البوليمريز وإفراز وإرسال الام ار ان اي، كلها هذه الأشياء واللي راح نحكي عنها في السلايدات اللي جاية، كلها هذه راح تساعد كلها لتكوين البروتين. الآن صار في عندي عمليات جينيريشن وريبليكيشن وتضاعف مستمر في اللايتك سايكل، الهدف منها إنتاج البروتينات وعدة أنواع من البروتينات. الآن في عندي سيباريت سيل أوف بروتين، هذه السيباريت سيل اللي منطورة عندي من البروتينات بتاع عملية أسيمبل، يعني اللي هي تجميع كومباينيشن، أنا بدي أجمع هذه البروتينات علشان يكون في عندي هيد وتيل وتيل فايبرز وهذا وكل التكوين، يعني complete particles of virus. الآن الخطوة اللي بعدها الفاج هذا direct production of lysosome. اللايزوسوم هذه الفاج هلا بده يبدا بواسطه الانزيمات اللايزوسوم اللي بتعمل على تحليل البكتيريا سيل او بالضبط يحللها، او بده يعني يوجد مخرج يطلع من هذه الخليه. فبواسطه اللايزوسوم راح يحاول انه يعمل دايجستشن للسيل وول اوف بكتيريا ويسبب لها دمج، بحيث انه يصير في عندي بعد طبعا هذا ما تتشبع الخليه وتصير في عندي مالتي كوبيز اوف جينوم، مالتي كوبيز اوف فيروس تم تجميعها، راح يصير في عمليه بريست اند ريليزنج 100 و200 فاج بارتيكلز راح تطلع من الخليه. طبعا احنا حكينا المره اللي فاتت انه لما تطلع هذا الفيروسات وتخرج من الخليه ممكن انها تكتسب الانفلوب اللي من الليبيد او الجلايكوبروتين اللي موجود في الخلية. عملية الخروج من الخلية طبعا هي يعني مش يعني بالانشطار او هي عملية يعني غالبا بتتم، ورح نحكي عنها اما بريليزينج او بودينج اللي هو تنفجر الخلية، ويا اما بصير لها عملية ريليزنج يا اما بصير عملية بودينج، وحكينا المرة اللي فات عملية البودينج اللي هي زي حبة التبرعم زي حبة البطاطا. الان راح ننتقل للسابقة علشان يتكون عندي البروفاج اللي هو عبارة عن الهوست دي ان اي الفيروس دي ان اي عشان يتكون البروفاج.
البروفاج هذا ممكن يصير في عندي أكثر من واحد، يصير عندي مالتي بروفاج داخل الخلية، واحد اثنين ثلاثة أربعة. هذا البروفاج يعني راح ياخذ وقت ويمر في عدة جينيريشن انه تتكون انواع وتنقسم، مثلا الخلية حتى تنقسم نصين الخلية، وكل بروفاج يروح في ناحية، وتستمر عملية الريبليكيشن الى ان يظهر مرة اخرى. زي ما احنا شايفين انه من يقسل ديفيجن، فبالتالي في عندي بروفاج راح يتوزع على هذه الخلايا ويصير في عندي دوتر سيل، لكن حاوية على ايش؟ حاوية على بروفاج، وراح ترجع السايكل هذه تتم مرة تانية. وزي ما حكيت انه ممكن السايكل هذه لما تتم مرة تانية ما تمشيش في نفس الطريق، تمشي كذا مرة في نفس الطريق هذا، لما تحوش او تكون عدد من الخلايا وتنقسم اللي حاوي على البروفاج، ممكن تنتقل على اللايتك سيل وتصير تبدأ عملية الريبليكيشن، تبدأ عملية الريبليكيشن ويكون في عندي انفكشيوس فيرونز وتسبب باثوجينيسيتي عالية للهوست سيل. في عندي كمان مخطط نفس المفهوم تماما، انا حطيت الصورتين، يعني اللي بحب يطلع على الصورة الاولانية، اللي بحب يطلع على الصورة الثانية. الصورة الثانية انا حطيتها لانه فيها صحيح بعض المصطلحات اللي راح نتطرق لها الان، اللي هي الفيرال ريبليكيشن ستيبس، اللي هي سواء كانت الانتري، الاتاتشمنت، الريبليكيشن، الاسمبلي، الريليز. فانا حبيت احط لكم اياه هذا برضو علشان تترسخ في ذهنكم انه في عندي two types of replications cycle for the viruses. The first one light cycle, the second one lysogenic cycle. Each cycle comprised many steps. Step one entry, step two attachment, step three replication, step four assembly and release finally. طيب الآن أنا لو بدي أتكلم أو أعرف إيش مفهوم الفيرال انفكشن، أو إيش هو الهدف من الفيرال انفكشن. الفيرال انفكشن باختصار شديد الهدف منها إنه يكون في عندي many copies of virus, more copies of virus. هذه more copies of virus راح تكون مثل يعني جنود، أو يعني تزود الإمراضية بزيادة الريبليكيشن وعمل انفكشن لهذه الخلية. طبعا عملية الفيرال انفكشن اللي هي بتخضع لللايف سايكل اللي تحدثنا عنها وعن انواعها، اللي هي اللايتك سايكل واللايسوجينيك سايكل according to type of virus. طبعا اللايف سايكل هذه يعني بتمر في عدة مراحل او عدة خطوات. المرحلة الاولانية او الهدف باختصار انه انا بده الفيروس يعمل ريكوجنيشن للهوست سيل اللي بده يعمل لها انفيجن، ويرجع يلخبطها، يلخبط معايير هذه الخلية ويعمل لها ريبروجرامينج، وراح يوجه الدي ان اي او الار ان اي تبع الخلية، بالاضافة انه هو راح يحاول يستفيد من everything in the host cell، سواء كانت انزيم، سواء كانت رايبوزوم، سواء كانت بروتين. كل هالامور هذه بيستفيد منها الفيروس من خلال عملية الانفكشن ومراحل الريبليكيشن اللي هو بمر فيها. الان بس قبل ما نبدأ بخطوات الفيروس ريبليكيشن، في عندي بس شوية فاكتس بدنا نأكد عليها، وهي انه الفيروس دائما بيعمل انفيجن لمين؟ ما بيعملش انفيجن لأي خلية، لازم الانفيجن اللي هاجمها تكون ليفينج سيل.
الهوست سيل هذه يعني بتزود الفيروس زي ما حكيت بالانرجي، بتزوده بالانزيم، بتزوده بالبروتينز، بتزوده بالنيوكليك اسيد، فهو لذلك بيتطفل عليها، لانه هي بالفعل بتكون كأنه مصدر مصنع لهذا الفيروس لتوفير المواد الخام له حتى تستمر عملية الريبليكيشن وتتضاعف. الفيرال جينوم هو قادر على بروديوس ام ار ان اي، احنا عارفين انه المسنجر ام ار ان اي هو اللي بيسهل لي عملية البروتين سينثيسيس والبروتين ترانسليشن اند ترانسكريبشن. وزي ما حكينا انه الهوست سيل هي سينثيسايز ماشينري فور كومبليت فيرال بروتين سينثيسيس. الان في عندي الستيج اللي بس في عندي حاجه يعني بدي احكي فيها على المالتيبليكيشن اوف فيروس او عمليه الريبليكيشن اوف فيروس. في حاجه مهمه عندي انه الفيروس لما بفوت على الهوست سيل، الفيرون هذا او الفيروس بمر بمرحله من ديسابيليتي، خلينا نحكي عنها انه غير قادر، يعني لسه بكون في اولها، لسه الفيروس اقتحم الخليه ولسه مش مصحصح زي ما بنحكي، فبعمل ديسربشن، بكون مثل شبه معطل غير قادر يعني بهذا المعنى. الانفكتيفيتي تبعته بصير فيها عمليه لوس، بحاول انه يفقد اللوس تبعته. طبعا هذا بيعتمد على الخليه، اذا الخليه يعني راح تهاجم كويس، هل كيف نوع المناعة، إذا بتفرز انترلوكين أو يعني حسب نوع المناعة اللي راح تواجهه فيها لما بتقل عمل الانفكتيفيتي لهذا الفيروس، ولا إن شاء الله راح نتطرق لها في محاضرة منفردة اللي هو الاميون سيستم towards فيرولوجي أو towards viruses. المفهوم اللي انا بدي اوصل له من هذه في هذه الشريحه اللي هو مفهوم عندي الاكليبس بيريد. ايش هو الاكليبس بيريد؟ الاكليبس بيريد انه الفيروس لما بهاجم الخليه، حكينا بتحصل له نوع من الديسابيليتي، من التعطل، من عدم القدره، الانفكتيفيتي تبعته بيفقدها او بتقل. فالان هذه الاكليبس بيريد اصبح الفيروس مش مبين كامن ومش مبين. هل الخلية راح تستغل فترة الكمون هذه وانه غير قادر وتقدر تتعرف عليه؟ غالبا الاكليبس بيريد ما بصيرش فيه، يعني ما بيظهرش الفيروس، يعني حتى في التحاليل عندنا، يعني بنعمل تحليل للمريض نجد انه مثلا ما عندوش هيباتايتس انتيجين، هيباتايتس بي انتيجين، وبتطلع نتيجته نيجاتيف. لكن بنتفاجئ انه مثلا لو عدنا له اياها بعد شهر انه بالفعل النتيجه بوزيتيف. فهذه الفتره اللي كان فيها الفيروس متخبي وغير ظاهر، هذه اللي بنسميها الاكليبس بيريد. من انتاج لما بيرجع يشتغل المصنع وبتبدا بعمليه الريبليكيشن، راح يبدا يشتغل ويكون عدد من الفيروسات بفوق 100,000 بارتيكلز. طيب الديوريشن تبعت الريبليكيشن اوف سايكل، كم الريبليكيشن تقديريا قدروها العلماء؟ بحوالي 6 الى 8 ساعات وتفوق ال 40 اور. اذا انا باكد على مصطلح الاكليبس بيريد، المصطلح هذا بمعنى انه الفيروس فقد الانفكتيفيتي تبعته وقعد في الخلية يعني كامن وغير قادر، وما ظهرش حتى يعني في، لا ظهرت أعراض ولا قدر يستمر في عملية الريبليكيشن، ولا ممكن انه يظهر في التحاليل. لكن هذا مش معناه انه مش راح يواصل عملية الريبليكيشن، هذه يعني ممكن تكون بالنسبة للفيروس مثل فترة استراحة ونقاها واستعادة قوة علشان يواصل عملية الريبليكيشن من أول وجديد. الآن في عندي الستيبس اللي حكينا عنها بمر فيها الفيروس، واللي عرضت لكم إياها في الشريحة الثانية من اللايتك واللايسوجينيك ريبليكيشن،
كانت موجودة، وحكيت لكم هذه الدورة، أنا حطيت لكم إياها الصورة لأنه بتبين لكم الفيرال ريبليكيشن سايكل ستيبس، اللي هي أولا الاتاتشمنت، ثانيا البنتريشن، ثالثا الجينوم ريبليكيشن، رابعا الاسمبلي والريليز. انا يعني بحاول قدر الامكان ابسط لكم كل المعلومات، لانه شوي ماده الفيرولوجي يعني ماده صحيح يعني شوي فيها نوع من التعقيد، فيها كم معلومات كثير، يعني بحاول قدر المستطاع اني ابسط لكم المعلومه توصلكم الفكره بشكل سيمبل، وتتمكنوا انه من لما تسمعوا المحاضره انه تفهموها، وفي نفس الوقت انها الفكره او المعلومه ترسخ في ذهنكم وما تجدوش صعوبة في الحفظ. يعني بحاول ان اوصلكم اياها بالفهم وباسلوب بسيط علشان تتمكنوا انكم تفهموها وتقدروا تحفظوها بسهولة. الان الستيب الاولى في عملية الفيروس ريبليكيشن زي ما حكيت، اللي هي الاتاتشمنت. الاتاتشمنت الهدف منها انه الفيروس بيعمل عملية ريكوجنيشن، لسه بتعرف مين الهوست سيل اللي بده يهاجمها من خلال الريسبتور اللي هو المفتاح اللي راح يفتح هذه الخلية للفيروس ويتمكن انه يدخل إلها. المرحلة الثانية انه الفيروس راح يبدأ يغرس الجينيتك ماتيريال، وحكينا انه راح الشيت تبع الفيروس كابسيد راح يصير له زي عملية كونتراكشن ويحاول يرميه برا، ومن خلال التيل تبع الفيروس راح يغرس الجينوم تبعه في الخلية. بعد هيك راح تبدأ عملية الريبليكيشن والاكسبريشن وعمل عدة كوبيز من هذا الفيروس حتى يتمكن من تكوين أنواع من البروتينات. هذه البروتينات اللي بيصير لها عملية اسمبلي، تجميع للهيد والتيل والكابسيد اوف فيروس. بعد هيك الخطوة اللي بعدها اللي هو الاسمبلي اللي هي حكينا عنها، تجميع الفيرال بارتيكلز فروم هذا الجينوم كوبيز، والجينوم كوبيز طلعت منه عدة بروتين، جينوم كوبيز اند فيرال بروتين، كلها هذه راح تتجمع علشان يكون في عندي بارتيكلز كاملة. والريليز اللي هي عملية خروج الفيروسات من الخلية بعد ما تكون طفحت وتملت فيروسات، الآن بدها تبدأ تخفف منها عن طريق عملية الريليز. الآن راح واحدة واحدة من هذه الخطوات راح نحاول نبسطها برضو يعني بشكل يعني سهل وسلس توصل لكم. اول شيء عملية الاتاتشمنت. الاتاتشمنت يعني هي عبارة عن سبيسيفيك بروتين، هذا السبيسيفيك بروتين وين بكون موجود؟ موجود في الكابسيد. هذا الكابسيد راح يصير له زي عملية اتاتشمنت او ستيك للممبرين. هذا الممبرين او الهوست سيل ممبرين زي ما حكينا في عندها ريسبتور، هذا الريسبتور هل هو مناسب لهذا الفيروس بروتين او الكابسيد بروتين اللي موجود في الخلية، هل هم في توافق بيناتهم علشان يقدر يفوت للخلية، على اساسها بتتم او حتى بالاحرى حتى تتم عملية دخول الفيروس لازم يكون البي اتش مناسبة بين الهوست سيل وبين الفيروس بارتيكل. لازم تكون يعني البي اتش حوالي تبعت الفيروس والخلية حوالي 7، بيكون التشارج الموجودة على سطح الخلية هي نيجاتيف تشارج. اذا مرة تانية بأكد وبعيد مرة تانية انه علشان تتمكن الفيروس من الدخول في له يعني حاجات يعني بتأهله انه يفوت او بتساعده في الدخول، منها النيجاتيفيتي تشارج، منها البي اتش انه تكون 7 سواء على سطح الخلية او في في الوسط اللي على سطح الخلية بين الفيروس والخلية. الان الخطوة الثانية من مراحل دخول الفيروس الى الخلية اللي هي الانتري، كيف بفوت الفيروس الى الخلية.
طريقة دخول الفيروس إلى الخلية، يا إما زي ما إحنا شايفين، يا إما fusion with cell، يا إما عملية endocytosis. الآن يعني يمكن اللي الشيء اللي بيخلي أو بتحكم في عملية دخول الفيروس إلى الخلية اللي هي enveloped virus أو non أو نوعه اللي هو enveloped أو non enveloped virus. ففي طريقة اللي هو بده يعمل فيوجن مع الخلية، و يعني بصير كأنه زي ما انتم شايفين جزء منها، بصير جزء من هذه الخلية، وبيحاول انه يعمل يعني يلتحم فيها ويفوت عبر هذا الممبرين، او انه بيعمل عملية اندوسايتوسيس. عملية الاندوسايتوسيس زي اللي بيكون حويصلة او بيكون فتحة او بمكنه انه تاخد الشكل هذا، ومن بعد ما تاخده بتصير زي عملية انجلفمنت، زي ما اخدتوها في المناعة، انه بصير زي عملية انجلفمنت او فاغوسايتوسيس لهذا الفيروس بارتيكل، وبتمكنه من الدخول داخل البكتيريا داخل الخلية. طبعا هذه عملية الدخول سواء كانت بالفيوجن او او الاندوسايتوسيس، كل الهدف منها انه يصير في عملية انجكشن ودخول للجينيتك ماتيريال الى داخل الخلية. في عندي حاجة اللي هي الاندوسيتوسيس، في بعض الأحيان بنسميها فيرو بيكسز أو ريسبتور ميدييتد اندوسيتوسيس، اللي أنا شرحت لكم إياها وموضحة في الصورة اللي أمامكم، اللي هي بتتم من خلال إنه زي ما حكينا بصير في عندي فيسيكل زي الحويصلة، وهذا الفيرون أو الفيروس راح يفوت فيها، وراح يقتحم او راح يندمج فيوز وذ اندوسوم او لايسوسوم، راح بواسطه هذه الاندوسوم او اللايسوسوم اللي راح تعمل تحلل لها انه يصير له انترنال فيوجن تو ريليز الجينوم داخلها. الفايرو بيكسز يعني بتتم من خلال عمليه الانجلفمنت، زي ما حكينا كانها زي عمليه التهام من قبل الخلية لهذا الفيروس. ففي الصورة موضح أمامكم إنه الفيروس شايفين كيف أول شيء بيعمل زي فتحة، بعدين هذه الفتحة بتكبر وبيصير جزء منها بحاول إنه يعمل اندوسيتوسيس، وبصير كأنه بواسطة الاندوسوم واللايسوسوم بصير جزء منها وبغرس الجينوم او الجينيتك ماتيريال تبعتها، وبتدخل داخل الخلية وبتصير عملية الريبليكيشن الى ان تتم عملية الريليز والخروج من الخلية والتضاعف. عندنا برضو هذه صورة من الالكترون مايكروسكوب بوضح انه كيف بتتم عملية دخول الفيروس الى الخلية بواسطة سيل ميدييتد اندوسايتوسيس، كيف انه الفيروسات بتتجمع وكيف بدأت تعمل فتحة او جورة علشان تفوت داخل الخلية اللي هي بنسميها احنا الفيزيكل. هذه الفيزيكل اللي راح يفوت فيها الفيروس وراح يعمل فيوجن مع الخلية ويدخل الجينوم تبعه. عملية الفيوجن شوية يعني برضو من الطرق اللي بفوت فيها الفيروس الى الخلية، بيكون عن اللي بيسهل هذه الحاجة اللي هو البيبلومير. ايش هو البيبلومير اللي بسموه فيوسيجينيك بيبلومير، اللي هو بيسهل عملية الفيوجن الاندماج او الاقتحام لهذه الخلية. هذا الفيوسيجينيك بيبلومير عند مين بكون موجود؟ بكون موجود في الانفلوب فيروس، بخليها يصير لها عملية ميلت، عملية انصهار مع السيل ممبرين من خلال البيبلومير هذا اللي هو زي جلايكوبروتين سبايك،
بتكون موجودة على سطح هذا الانفلوب، بتكون بشكل نتوءات. هذه النتوءات بتساعد أو بتسهل، زي ما أنتم شايفين هي نتوءات موجودة. هذه النتوءات كأنها بتتداخل مع سطح الخلية وبتصير جزء منها، حتى تتم هذه النتوءات راح تكون مناسبة للريسبتور اللي على سطح الخلية، وتصير كأنها يعني في تداخل بيناتها كي أند نوك زي ما بنحكي، وأصبحت زي ما أنتم شايفين في هذه الصورة جزء من هذا السيل ممبرين، واندمجت فيه ودخل الفيروس ودخلت الجينوم تبعتها النيوكليك أسيد، ظلت على السطح لما غرست الجينوم وبدأت عملية الريبليكيشن حتى تم عملية الانفكشن لأنذر هوست سيل. قفلة هذه الشريحة لأنه صار في كم كبير من المعلومات. هي هذه المحاضرة يعني المفروض أنها تكون قسمين، نحاول نراجع القسم الأول، وإن شاء الله المحاضرة القادمة بنستكمل بنعمل مراجعة لما سبق شرحه، وبنكمل الجزء الثاني من عملية الريبليكيشن للفيروس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.